طيب وممكن اتفق يعني، انا ممكن اخد من كريم اه حتى واحنا هنعرض دلوقتي حتى التشكيل وطريقه اللعب بتاعه الفرقتين. كرواتيا كان اللي بيميزها في البطوله كلها ان هي نص الملعب بتاعها ثابت، زي ما كريم كده ما قال. تجيبلاش كده كلمة ثابت لو سمحت، عشان خلي بالك ثابت ايه داخل، اللي داخل علينا هتلاقيه داخل علينا دلوقتي. مستر اسيست. اه مستر اسيست. قلت له ايه الاخبار؟ قال لي كتير يا كابتن، ده يناير اصبر جاي، الخير جاي في يناير. مش عايز اتكلم عشان طيب تشكيل المنتخب الانجليزي الارجنتين الانجليزي اه هم ال 4 3 يعني الارجنتين، او يعني هي ما نقدرش نقول 4 3 3 لان هي كانت على الورق هنقول ان هي 4 4 2، وكان واضح حتى في الرسمه بتاعتهم في الملعب. الفكره اللي سكالوني النهارده عملها كريم، اعتقد ان هو عمل اللي كرواتيا عملته في ماتش البرازيل. يعني كرواتيا في ماتش البرازيل فضلت تستدرج البرازيل، تعالوا هاجموا، تعالوا خلصوا اللي عندكم، تعالوا هاتوا اخركم لحد ضربات الجزاء. هو الارجنتين اللي كان واضح فعلا ان هم سايبين لكرواتيا الكوره في بدايه المباراه، عيشوا براحتكم، استلموا، عايزين تروحوا روحوا، لكن هي اللدغه. حتى في كوره كانت في الاول، في اول دقائق، اللي اتلعبت ورا الباك اليمين بتاع كرواتيا، ويعني كانت فرصه هدف عقد الدفاع كرواتيا اتضرب، وكان واضح ان هو الراجل في الارجنتين هو عايز الحته دي. عارف ان هم خط وسط قوي، دفاع قوي، طب انا هعمل ايه؟ انا هحاول انا استدرجهم ان هم يهاجموا. لا عايزين كمان يفتحوا. نقف على معلش لو نرجع للسلايد ده، السلايد اللي فات مهم جدا، ان احنا في مباراه سيمي فاينل كاس عالم يا كابتن اسلام، والاكس جي الاهداف متوقعه في سيمي فاينل ما بين منتخبين يوصل ل 2.1 الارجنتين و0.7 لكرواتيا، فرق كبير قوي، فرق ما فيش منافسه اساسا، ما فيش منافسه يعني. كرواتيا فعلا ما جاتش حتى الكوره وما عملتش حاجه، حتى يعني بيريسيتش النهارده برده كان غايب تماما عن المباراه في الشكل الهجومي، رغم ان هو طبعا قدم مونديال ممتاز، لكن كرواتيا بصراحه النهارده كان فيش بنزين. أسوأ مع ان على فكره كابتن اسلام ويا كريم في الاحصائيه بتاعت عدد الدقائق، الارجنتين تيجي بعد كرواتيا كعدد دقائق منتخب، يعني اكتر منتخب لعب دقائق في كاس العالم كرواتيا، ويجي بعديها على طول الارجنتين بفرق قليل. ولكن هنا الارجنتين عرفت تتعامل مع الوضع بشكل ان خدوا انتوا الكوره واجروا انتوا في الاول، بعد كده انا هاجي الدغكوا في ركله الجزاء والجون بتاع الفارس حتى فعلا الثاني، يعني توفيق، لان هي الكوره، هي الكوره عايزه الكوره برضو لما بتعوز في الخماسي، وبنشوف الكوره لما بتطوع حد بتخبط في مدافع ترجع له تخبط في الثاني وتروح له. وهنا نعرف فعلا ليه بجد فعلا ميسي يعني بعد المونديال ده هيبقى فعلا في وجهه نظر اعظم لاعب في التاريخ. بص مراوغات عمل 10، 9 منهم صحيحه في سيمي فاينل، مفيش دفاع صحيح. لا وفي لقطه ان هو مسك رجله ان هو تقريبا ما كانش قادر، يعني بنتكلم في ميسي بيلعب وهو مش قادر في الشوط الاول، ده مش ده بدري بدري كمان بدري جدا. لكن لا انا وجهه نظري، انا طبعا بتفق معك، زي ما نقول كاس العالم بالنسبه لميسي، عارف انت اللي هي ايه؟ الكريزه اللي هتتحط على التورته، يعني هي ختام مسيرته بالكريزه. لكن ميسي للامانه انا ما شفتش، يعني هي هنتكلم على استمراريه يعني طبعا، احنا كل اللي احنا بنقوله انا ما شفتش اعظم منه ميسي. الحقيقه عظيم، لعيب عظيم. لا عشان كده بقول لك كريم، السف هيبقى السف طبيعي، السف ده في الكوره الناس هتهزر، لكن هي الفكره لما تيجي بعد كده نقول للناس احنا شفنا ميسي وشفنا، تعرف انا ما شفتش زي ميسي. عندما سئل انت بتعمل ايه في الحالات اللي زي السف ومش السف والكلام ده كله، عارف قال ايه؟ قال لك ما بفتحش السوشيال ميديا. ميسي تقريبا لحد قريب ما كانش عنده انستجرام او حاجه. لا عنده كل حاجه. لا كان في فتره ما كانش عنده انستجرام، مش هو اللي بيدير الحاجات دي. لكن هو دايما لما سئل هذا الموضوع قال لك انا ولا بفتح قبل، والله ده مش فاكر كان الحوار، انا لسه شايفه اول امبارح. قال لك لما يعني لما يبقى مضغوط عليك من ناحيه السوشيال ميديا، قال لهم لا انا كده كده يعني مش بتاع السوشيال، ما بفتحش السوشيال ميديا كتير. فبالتالي قبل المباراه بيومين ثلاثه وبعد المباراه بيومين ثلاثه لو مغلوبين مش هفتح السوشيال ميديا خالص، مش فارق معايا يعني. والله كرام ممتاز يعني بصراحه، اي لاعب فعلا يعني بيبقى مقبل على مباريات مهمه فلازم يفصل نفسه عن الضغوطات الجماهيريه والكومنتات. النهارده الوضع طبعا على السوشيال ميديا بقى صعب يعني جدا. بصراحه انا حتى الفكره مش متخيل حقيقي يعني، حقيقي يعني انا مش متخيل فعلا ميسي يخسر الفاينل، ده مشكله كبيره جدا، ده يبقى تاني فاينل يخسره مونديال، وكم الفاينلات اللي خسرها لاعب كبير. لا كتيره، ميسي ده، ميسي لما كسب كوبا امريكا بعد ما المنتخب خسرها تقريبا مرتين او ثلاث مرات، في مره اعتزل دولي بسبب الضغوط اللي كانت كتيره بصراحه يعني. دايما يعني ممكن بقى المره الجايه لما نجيب الاحصائيات بتاعت الفاينلز بتاعت ميسي، انما طبعا يعني بس المهم بس ان شاء الله المغرب ربنا يوفقها تكسب فرنسا، لان لو فرنسا الارجنتين الكلام هيتغير.
هيتغير ليه؟ طبعا خبر ابيض. فرنسا فاينل مع ارجنتين، ارجنتين هتدافع، ارجنتين ما تهاجمش فرنسا في الفاينل. ايوه بس خلي بالك بقى دي طريقه لعب الارجنتين. انا النهارده بس شفت ان طريقه لعب الارجنتين اتغيرت شويه، اتغيرت شويه لكن اول هجمه الشوط الاول وبتاع. لكن لا بس قصدي كريم يعني حتى طريقه الهجوم هو بياخد الكره، عارف طريقه المرتدات اللي هي بشكل ان انا لكن هم في العموم الارجنتين في البطوله دي كمنتخب هي دي البطوله فعلا. يعني ممكن في 2014 ما نقدرش نقول ان هي مثلا بطوله ميسي، بس ممكن حتى في 2018 منتخب ارجنتين ممكن تحس ان كان في اسامي، لكن البطوله دي فعلا اللي هو المصطلح بتاع ميسي و10 خشبات ده هو فعلا المنتخب الارجنتيني هو عباره عن ميسي و10 خشبات. شيل ميسي هذا المنتخب ما ياخدش اي حاجه وما يعني ما يعملش اي حاجه فعلا، لان هم ممكن اسماء لعيبه فيها لعيبه جيده. لا انا وجهه نظري الموضوع يا كابتن اسلام فعلا شيل ميسي، يعني هو ميسي لما بيتحرك في المنتخب ده صحيح هو بيعمل الشكل، ميسي لما بيقف وبيتمشى زي ما بيقولوا هو بيتمشى لما بيريح. حتى ديبول نفسه سيء، ديبول وحش قوي يعني. ديبول بصراحه كنا يعني حاطين عليه امال كبيره جدا ان احنا نشوف ان هو مقدم مع اتلتيكو مدريد. انا الحقيقه ما شفتش حد ده الفارس هو اللي قيمه. لا يا راجل، لا يا راجل كويس يعني كويس اللي بيمشي بالكره كويس. بس لكن جوارديولا ما يعني الصراحه محظوظ جدا لما يرجع السيتي يلعب، يعني واحد عنده هالاند وعنده البديل بتاعه الفارس، فبرضه يعني لا ولد صعب نتكلم له لعيب كاصغر كويس. اصغر لاعب بعد بيليه يسجل هدفين في السيمي فاينل. انت ما شفتش ميسي، ما شفتش رونالدو تاني. ايوه لا لا صعب خلاص. لا يعني انت ما شفتش مثلا القيمه بتاعت رونالدو، قيمه ميسي، قيمه مارادونا الله يرحمه، قيمه بيليه، قيمه الناس صح اللي دي اساطير صح يعني اساطير كبيره جدا. يعني انا للامانه حتى مبابي وهالاند يعني لعيبه واعده ولعيبه يعني مميزه جدا وهيعملوا ارقام قياسيه، بس انا متخيل ان هو هيجي عليهم فتره هم بسبب الشبع من موضوع الفلوس والاضواء والحاجات دي ان هم صغيرين قوي بالطريقه دي، هيجي عليهم وقت هم نفسهم ممكن تلاقيهم على 30 سنه 31 سنه. ماذا فعل مبابي في المباراه السابقه امام المنتخب الانجليزي؟ بس ووكر كان لا ووكر كان قفلها عليه اكله